كان القرار هو عدم المشاركة، هو عدم المشاركة. نحن نقدر بأن عدد كبير، نقدر بأنه يمثل الأغلبية من الجزائريين يريدون الانتخابات. احنا ما نرشحوش، احنا مع المشاركة في الانتخابات مبدئيا. عدم الترشح ودعم شخص معناه الترشح، فلازم نكونوا واضحين مع انفسنا تماما يعني. وهذا الامر اصلا ما كانش مطروح اصلا عندنا على الاطلاق. نحن حارسون على التوافق الوطني، دون ذلك ما كانش.